السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كلشي في امان الله. مبروك عواشركم بالصحه والسلامه والعافيه، ندخل عليكم هذا عيد المولد النبوي بالصحه والسلامه والعافيه. المهم انا كنت غادي ندير اليوم واحد كنت غادي ندير واحد لا فيديو بشكل اخر، ولكن شفت انا البارح شفت واحد لا شفت واحد لا فيديو في القناه المعلومه اللي فاتحه المغرب كله الحمد لله. شفت واحد الفيديو استفزني شويه، سيرتو انني انا من لي فانز ديال صفاء وهناء. في داك الفيديو كانت واحد السيده، هي امراه من خريبكه من الباديه، المهم امراه على قد حالها، هي تتبان مسكينه كبيره، ولكن هو في الحقه راه انا جاتني قلت الشيء والفقر والجهل، واحد راه تيبان تعطيه اكثر من العمر ديالو. المهم السيده كتقول بان صفاء وهناء بناتها وولداتهم على 7 شهور وخلاتهم في السبيطار في القرعه، والمراه مسكينه تقول راهم بناتها وهي سمحات فيهم كي كتقول ماشي بالخاطر ديالها، تتقول بان راجلها كان صعيب وقبيح وقال لها ما يدخلوش عليا للدار. المهم مسكينه المراه، راه كتعرفوا المراه مسكينه لا حيله ولا قوه ولا مدخول ولا حتى شي حاجه، يعني مستسلمه، يا اما تخليهم يا اما تتبعهم. المراه دابا مسكينه تتحسر وباغا تصل معاهم صله الرحيم، وقالت لك انها تواصلت معاهم، ولكن هما راه كي على حسب هضرتها تقول بانهم مهم ما بغاوش ولا لقاو ولا ما راضينش بها، والعلم لله. انا كنشوف بانهم هما مسكينه، هي سمحت فيهم ظروف قاهره، يعني هما الحمد لله ربي يسر عليهم ولهم شهورين نجوم هكايا، يعني ما فيها باس يديروا لادين مع السيده الا ثبتت بانهم هم يتواصلوا مع صلة الرحيم. هي اصلا تتقول لك انا ما باغا منهم والو، وقطعت لي قلبي ملي تتقول بانها مسكينه دخلت الدو فرحانه بان دخلت الدو، باغا قالت لك البارابول مازال مركب، باغا تشوفهم، قالت لك راه كيلبسوا القفاطن، راه هذا مسكينه زعما الا كانت امهم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم في هذا الزمان هذا، وصافي مسكينه. انا كنشوف بان هما الا كانت فعلا امهم يتواصلوا معاها ويديروا لاديان ولا تثبت لاديان بان امهم، راه بالعكس الجمهور المغربي غيزيد يقدرهم وغيزيد يحترمهم. يعني اش غادي نقول، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واحد النقطه كبيره، النقطه اثارت بزاف المغاربه، داك الشبه، يعني الشبه كبير كبير، خنطق منطق، نيف نيفهم، نيف نيفها، النيف ديالهم تماما، النيف ديالهم تماما بحال النيف ديالها، لا دورت الوجه لا الحنيكات، سبحان الله. تشوفيها تقولي، تشوفيها وتشوفيهم تقولي مام، يعني نزولوا الماكياج ونزولوا التجميل وهادشي ديال هذا، راه هما زعما تحطيهم حداها كتقولي مام 100%، وكيبقى لاديان هو زعما هو الدليل القاطع. يعني كنشوف بان يديروا لاديان معاها وما يحافيوهاش، هي مسكينه رماتهم في شبابها ولا هذا، راه ما كانش بخاطرها، هما الحمد لله ما يحافيوهاش، هما بخير عليهم، وهذيك امهم اللي رباتهم رمهم ورباتهم وتمحنت عليهم، وتا هذيك مسكينه حملات بيهم ولاتهم، ولكن راه ماشي بخاطرها. واللي كان حارمه منهم مسكين راه مات الله يرحمو باهم، على حساب هضرتها هي زعما كاينه الا طلعوا بناتها رباهم الله يرحمو، ويتواصلوا معاهم، وداك الكبار وداك التكبر وما يرضاوش بها بالمستوى ديالها وداك الشيء، راه اغلب المغاربه 90% راه 90% ديال المغاربه كبروا زعما كبروا فقراء، واللي خدم واللي لقد راسه واللي هذا، والناس ترقعوا. المراه ما كلش ماشي الاغلبيه زادت لاباس عليها، وسيرتو ان المراه من الباديه والجهل والفقر وهذا، يقدروا هما اصلا ما يرضاوش، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يديروا لا دي ان ويهنيوا راسهم، لان هذا الموضوع غيبقى سوسه ليهم، غيبقى سوسه هي فراسه بانها كتقول راهم بناتي وهما منخلين ما باغينش ولا ما باغينش يتواصلوا معاها، والعمر بيد الله غدا بغدا مسكينه ما عرفنا شكون السابق من لاحق، يقدر يبقاو لهم نفسهم طول عمرهم، يكبروا وينجوا ويفهموا وولدوا، راه غيبقى فيهم الحال، خلاص لا تدرقات مسكينه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ينوضوا يديروا لاديان مع ديك السيده الا ثبتت بان امهم، راه حنا كلنا معاهم واقفين في جنبهم، وبالعكس راه السمعه ديالهم غتزيد تكبر، وغنحترمهم اكثر وغنقدروهم اكثر. والمراه وواحد الحاجه، المراه كتقول بان السيده اللي مربياهم كانت كتجي تما، وجات الجماعه وقالت لك هي تناد مع الحال، ما جمعاتش الجوقه، ما مشاتش، ما دارتش،
تعالي المرة قالت لك تمشي تجيب شي وراق من تما ولا هذا، المرة تعالي مربياهم وهذا، يعني كنشوف بان وان هي تواصلت معاهم صافي، ديال انهم راه على علم بالموضوع، غير هما تلقى ما رادينش، ولا العلم لله ما رادينش، وسيرتو وضعيه المراه زعما مزريه 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 لاقصى درجه. وهما خاصهم يعرفوا بان بعد المغاربه راه قلبهم طيب، وقلبهم زعما تيكون قلبنا حنين وطيب، يعني غير المحسنين راه يقدروا يحسنوا وضعيه الاجتماعيه، هما اللي يكونوا مستعرين منها ولا ما رادينش بها، راه الدنيا دواره، راه شحال من واحد كان لاباس عليه ورجع والو، شحال من واحد كان على قدو تبارك الله ربي عطاه حتى فيض عليه الخير، يعني ما يكونوش جاحدين. ولا هي زعما راه كاين اللي كيقول لك هو مسخوط ولادو، ولا هي ملي ماتو مسكينه ولا سمحت فيهم، راه تتقول لك راه ماشي لخاطرها، هي كان داكشي غصبا عنها بزز منها الفقر، والراجل كيلزم عليها ما تجيبهمش، قال لك قالت لك قال ليهم قال ليها والله ما يدخلوا عليا لداري، يعني وهما دابا بالخطر ديالهم ومستقلين ماديا وكل شيء، زعما كاين هما ماشي رحمه، هما ماشي تحت رحمه شي ظرف، يعني هما مستقلين ماديا وشوارهم من عقلهم، يعني هذيك راه الا كانت الام ديالهم يتعاونوا معاها. هي كتقول لهم ما بغيت منكم والو، مسكينه باغا صله الرحم، هي فرحانه كتقول لك تشوفهم، زعما هذيك المره اللي كانت امهم مسكينه، زعما لك هذيك المره اللي كانت امهم مسكينه راه كتعذب مسكينه وفرحانه بهم، فرحانه واخا حتى الطريقه باش كتهضر وداك الشيء، زعما داك الفقر والجهل ملي كيتلاقاو مع بعضهم، وسيرتو الباديه والناس راكم عارفين، ما نقولش لكم على الخلاوة العمق المغربي والفقر والناس الضما ما وصلهمش، يلاه هي مسكينه فرحانه يلاه راك بالضو، يعني قالت شي واعره وقال لك اللي غلب يعف، يعني يديروا لا ديان ويهنيو راسهم ويهنيو المغاربه معاهم. المراه راه بقات فينا وقطعت في قلبنا، احنا المغاربه حنان وقلبنا على سبه، وفي ساعه دمعتنا قريبه، وفي ساعه اللي كان بكيو معاه واللي فرح نفرحوا معاه، يعني بغيناهم اللي كانت امهم يبروا بيها، والدنيا فايته وما يستعروش منها، بهاد الكلمه ما يستعروش منها، راه الفلوس كتبدل راه في ليله ونهار، الواحد راه كيتبدل كيولي كتكون حالته كيدايره الفلوس وينقي راسو وهذا وهذا، راه كيولي باين لك شكل اخر ومرتبه اخرى. غير هما الله يهديهم، الا كانت امهم من هاد المنبر حنا واقفين معاهم ومساندينهم وكاع لي فانز ديالهم، راه حنا كنبغيوهم وبغيناهم يديروا لا دين مع ديك السيده، واللي غلب يعف ويرحموها مسكينه، على نهار سمحت فيهم هاد العمر كله عاشتو هانيه فرحانه، راه من النهار اللي خلاتهم وتلقاه هي مسكينه معذبه وعايشه وقلبها وكبدتها مقطعين نهار بنهار ودقيقه بدقيقه، راه ما يمكنش تقول لي غادي ترميهم ولا تخليهم ولا تسمح فيهم اللي دار فين ما، وتجي تبرك وتفرح وتنشط وقالت لك مسكينه ضربت تماره وخدمات والواحد تما راه كيخدم غير على قبل اللقمه، راه ما باغي ما كيخدم لا باش يتكسى ولا يدير ذهب ولا يدير لاباس ولا والو، راه كيخدموا باش ياكلوا ويعيشوا صافي، ديك الحياه البدائيه، الواحد كيجيب ما ياكل، كيقول لك اللي جابوا النهار كيديه الليل، يعني ما عندهم مسكن ما يوفروا ما يشيطوا، ما هما عايشين باش يعيشوا، خدامين باش يعيشوا، يعني حنا مساندينهم حنا معاهم، ويديروا لا ديان ولا كانت امهم يتهلاو فيها وبروا بها، راه هما عايشين مع الام المربيه ديالهم، حتى الله يجازيها بخير وكثر خيرها، وشو راه اي حاجه جات في الدنيا راه من الخير، راه هما اصلا كون بقاو في الباديه مع الام ديالهم العلم لله كيبقى داكشي في علم الغيب، ولكن راه من سبع المستحيلات يوصلوا لهذا الشيء اللي وصلوا ليه هما في الباديه، كل راهم كيسقيو الماء، كل راهم حزمات، وكل راهم يحلبوا البقر، كل راهم تزوجوا هما قصيرات، راه بزاف د الحوايج، راه اي حاجه دارها سيدي ربي من الخير، اللي وقعت واخا هي كتبان لك في المظهر ديالها شر، راه هي من الخير، هما هاد السيده رباتهم تكلفت بيهم، مشاو لك البرنامج اللي بقى اول برنامج شناهم فيه يا ربي تذكرني به، اكس فاكتور ولا شي حاجه بحال هكا، بحال داكشي د عرب ايدل وهذا، يعني هما كانوا يعني هما كون بقاو في الباديه راه ما يلحقوش هادشي ولا يوصلوه ولا يتعرفوا ولا يعرفهم شي واحد، يعني راه من الخير، هي ظروف طارئه راه وظروف زعما بزز منها وقاسيه، خلاتهم ديك السيده تبناتهم وتهلات فيهم، الا كان على حساب لا داروا لا دين وبانت ان هي الام ديالهم، زعما الهضره ديالي كتمشي في هذا النطاق.
يعني راهم وصلوا، راهم ثبتوا وجودهم في الساحه الفدنيه، ولهم شورين، والمغاربه كيبغيوهم، واحد الفئه كبيره كتبغيهم. يعني يقولوا من الخير، كون بقاو في البادية كون شكل الاخر، كون محملين على ظهرهم، ولا راكبين فوق الحماره، ولا غادي يسقي، ولا راه حنا كنعرفوا الباديه المغربيه زعما كاين، راه ملي كنمشيو عند حبابنا ولا عند هنا ولا راه كتشوفيهم، راه البيدويات فوق الحمير، حاشاكم عزكم الله، حاشاكم، راه السقيان، راه البهايم اللي سرح اللي وكل البهايم اللي بزاف الحوايج، هما ربي كتب ليهم هاد المصير وكتب ليهم هاد الحياه هادي، يعني انا من الخير الحمد لله بديك ميمتهم اللي مربيهم، والحمد لله بهاد ميمتهم مسكينه اللي ولداتهم. هو في حقه الشبه كاين، الشبه زعما كاينه، ما يختلفوش عليه جوج، الشبه كاين، والعلم لله، من تواضع لله رفعه، وهما يتواضعوا شويه، ورا كلنا ولاد 9 اشهر، هما سمحوا لي بنات 7 اشهر على حساب هضرتها، كي 7 اشهر كي 9 اشهر، الله يرزق الصحه والسلامه. ايوا البنات رايكم، خليوا لي في التعاليق رايكم، وهذا الموضوع راه موضوع الساعه، وانا استفزني وبغيت ندلي برايي فيه، ولعله خير. ايوا البنات اللي عنده شي راي في هذا الموضوع يقولوا. ايوا الحمد لله، هاد 2020 ما غتمشي حتى غتشتت هاد المغرب كله، هاد المغرب كله، كل نهار تسمع خبر، كل نهار تسمع فضيحه، عينا ومرضنا الحمد لله والشكر لله، الله يخرج هاد 2020 على خير، ويدخل علينا 2021 بالصحه والسلامه والرزق، ويرفع علينا هاد البلاء، عينا، ومبروك عليكم هاد عيد المولد النبوي، وبالصحه والسلامه والعافيه، ولالي التجمعات، والاحتياطات كي قالوا الناس، وحنا راه معافرين مع هاد الوباء، ولا توحشتكم، وتهلا، وما تنساوش ديروا لي لايك، ابوني وبارطاجيو الفيديو. قناه كانت غدا مزيانه مزيانه، جات واحد لابيريود القناه ديالي رجعات، كنت كندير لهذا، كنت كندير لكم البنات العروض التجاريه وهذا، وكانت غدا مزيان، كندير الطبخ، كندير شحال من حاجه، ما كنلقاش التفاعل، كنتمنى البنات تعاونوا مع اختكم في هذه القناه، بارطاجيو لي الفيديو، ديروا لي لايك، ما تبخلوش عليا، والله يجازيكم بخير، وشكرا جزيلا، وصباحكم مبروك، والى لقاء في فيديو اخر، السلام عليكم.